ناخذ نظرة تمرين على قاعدة الجيب. ده الدرس ده بعلمه أدبي، تمرين عامة. أول تمرين بيقول إذا كان المحيط المسلسل بجيم 40 سنتي وقياس زاوية قلب 44 درجة وقياس ب 66 درجة، أوجد أضلاع المثلث. هنقول قياس جيم بيساوي 180 ناقص افتح قوس 44 زائد 66 يساوي 70 درجة. ونطبق قاعدة الجيب، ألف شرط على ج ألف يساوي ب شرط على ج ب يساوي ج شرط على ج جيم يساوي المحيط على ج ألف زائد ج ب زائد ج جيم. ألف شرط على ج 44 يساوي ب شرط على ج 66 بيساوي ج شرط على ج 70 بيساوي 44 على ج 44 زائد ج 66 زائد ج 70. يطلع معايا الكاس الأخير ده قسمته ب 17 تلاتة عشر. ألف شرط بيساوي 17 تلاتة عشر في ج 44 يطلع معايا ب 12 سنتي تقريبا. ب شرط بيساوي 17 وتلاتة عشر في ج 66 يطلع معايا 16 سنتي تقريبا. ج شرط 17 وتلاتة في ج 70 يطلع معايا 16 تلاتة من عشرة سنتي تقريبا. مثال تاني، نهى شرط كاس ج س ناقص واحد ناقص اتنين على س ناقص خمسة لما س يقول لخمسة. بدأ في المرافق اللي هو ج س ناقص واحد زائد اتنين على ج س ناقص واحد زائد اتنين، يطلع نهى س ناقص خمسة على س ناقص خمسة افتح قوس ج س ناقص واحد زائد اتنين يطلع بواحد على اتنين زائد اتنين بيطلع بربع. نهى س زائد واحد على جذر س زائد خمسة ناقص اتنين لما س يقترب أو يقول لسالب واحد. نضرب في المرافق اللي هو جذر س زائد خمسة زائد اتنين على جذر س زائد خمسة زائد اتنين، يطلع بنهاية س زائد واحد يفتح قوس جذر س زائد خمسة زائد اتنين على س زائد خمسة ناقص أربعة. يبقى نهاية س زائد واحد يفتح قوس جذر س زائد خمسة زائد اتنين على س زائد واحد، بنضيع س زائد واحد مع س زائد واحد يتبقى معايا اتنين زائد اتنين بتساوي أربعة. الواجب اوجد نهاية الدورة الآتية: نهى جذر س ناقص تلاتة أربعة س ناقص تلاتة ناقص تلاتة على س ناقص تلاتة س تساوي تلاتة. الجواب بتاعها بتلت. نهى جذر س زائد تلاتة ناقص اتنين على س ناقص واحد لما س يقول واحد، الجواب بتاعها بربع. نهى جذر س ناقص واحد على س تربيع زائد اتنين س ناقص تلاتة لما س يقول واحد، الجواب بتاعها بتمن. نهى س تربيع ناقص س ناقص ستة على جذر خمسة س ناقص ستة ناقص تلاتة س يقترب من تلاتة، الجواب بتاعها ستة. ناخد نظرة تمرين على قاعدة الجيب. ده الدرس ده بعلمه أدبي، تمرين عامة. أول تمرين بيقول إذا كان المحيط المسلسل بجيم 40 سنتي وقياس زاوية قلب 44 درجة وقياس ب 66 درجة، أوجد أضلاع المثلث.